صفر، واحد، زوج، تخوا، كاتخ، سانك، سيس. نبدأ بالترجمة شفويا. سيكونس 1، المقطع الأول. بوفغ بوتيت غازيل، الغزالة الصغيرة المسكينة. بوتيت فيمينا، غزالة. بوتيت بوتي مذكر، بوتيت مؤنث. بوفغ بوتيت غازيل، الغزالة الصغيرة المسكينة. جوبسيرف، ألاحظ. جودي، أقول. بوي جيكري، ثم أكتب. معناتها كتابة مشروطة، شرط أنك تقدم الكتابة، جملة على الكتابة. جو رود، أنظر. ليماج، الصورة. بوي جو ريبون، ثم أجيب. أو كاستيون، على الأسئلة. كو فون لي غازال، كو فون لي غازال، ماذا تفعل الغزلان؟ لي غازال، بروت، كور، صوت. في هذه الصورة الغزالات ترعى أو تجري أو تقفز. الغزالات ترعى، بروت. Combien a-t-il de gazelles dans la photo؟ كم توجد من غزالة في الصورة؟ نحسبهم، واحد، زوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. Il y a six gazelles. Où vit la gazelle؟ أين تعيش الغزالة؟ En mer، dans le désert، sur les arbres، في البحر، في الصحراء، على الأشجار. طبعا في الصحراء. J'écris jeudi، أقول. Oui j'écris. Pourquoi la gazelle est-elle mon animal préféré؟ هنا كاين ملاحظة، كاين نوعين من التعبير. النوع الأول يقول لك mon animal préféré، هنا تقدر تقول واش حبيت، بصح ساعات يقول لك je décris la gazelle، ماهيش كيف كيف الأسئلة. إذا كي يقول لك mon animal préféré تقدر تقول له الغزال طوله كذا ويزن كذا. أما إذا قال لك ديكري لا غازال، يعطيك صورة ويقول لك ديكري لا غازال، فأنت تقول مثلا توزن مثلا 50 كيلو، عينك هي ميزانك، ولا يقول لك عينك ميزانك، صافي شفت من التصوير عرفت بلي توزن 50 كيلو. ما تقدرش تقول إل باس 50 كيلوغرام، هذا خطأ. وقتاش تقول إل باس 50 كيلوغرام؟ كي تعود هنايا، كيعود يقول لك مون أنيمال بريفيري، هنا تجيب المعلومات اللي تعرفها. كاين واحد مثلا عارف الغزالة قداه توزن، يوظف المعلومة هنايا. إذا لو كاين فرق في التعبير الكتابي، كاين زوج أنواع، كيقول لك مون أنيمال بريفيري، كاين طريقة في الوصف، وكيقول لك جو ديكري، حاجة واحدة أخرى، ماهمش كيف كيف. دونك لي ريبونس، الأجوبة. لي غازال، كوفون لي غازال، لي غازال بروت. كومبيان دي غازال؟ إليا سي غازال. Où vit la gazelle؟ La gazelle vit dans le désert. هنايا بالنسبة للتعبير، la gazelle est un animal sauvage et herbivore. Il vit en troupeau dans la savane africaine. La beauté, la fragilité et la rapidité des gazelles ont inspiré nombre d'artistes. نجول الآن للترجمة الكتابية. الترجمة الكتابية. الغزالة الصغيرة المسكينة. الغزالة، بوتيت غزالة، صغيرة مسكينة. ألاحظ وأقول ثم أكتب. ألاحظ الصورة ثم أجيب على الأسئلة. ماذا تفعل الغزلان؟ الغزلان ترعى أو تجري أو تقفز. الغزلان ترعى. كم عدد الغزلان في الصورة؟ هناك 6 غزلات. أين تعيش الغزلان؟ على الأشجار، في الصحراء، في البحر. الغزلان تعيش في الصحراء. بالنسبة للتعبير الكتابي، الغزال هو حيوان بري وعاشب، يعيش في قطعان في السهول الأفريقية. الجمال والهشاشة والسرعة للغزال ألهمت الكثير من الفنانين. بهذا نكون قد انتهينا من الصفحة رقم 6.